فعامة بالنسبة للقمع الحريات وضرب الحريات هو إطار عام ونشاهدوه اليوم يعني يتوجه لكل فئات الشعب. فالثورة التونسية وهالمسار بتاع الثورة التونسية قام من أجل الحريات. اليوم نلاحظوا أن كل شيء السلطة والحكومة المتواجدة اليوم على في أعلى هرم السلطة هذه تحاول تكرس قوانين نظن من أجل أن نطيح بها عنا سنين، هي أن كل شيء خاضع الإعلام مسبق وخاضع يعني التراخيص إلى غير ذلك. فوقفتنا هذه كما الوقفات الكل، كما زواولة المجموعة اللي دارت في جابس واللي توقفوا منهم اثنين، لازمنا نواصل ونناضلوا، ولازمنا أيضا وقفات أيام المحاكمات وقبل المحاكمات من أجل أن نبلغوا أصواتنا، لأن اليوم مش ممكن بعد ما قمنا الثورة تتصادر حرياتنا وما عندناش الحق نتكلموا وما عندناش الحق نعبر وما عندناش الحق نكتب على الحيوط. بطبيعة الحال هذه مسائل لا يمكن السكوت عليها ولا يمكن أن نقبلوها بأي شكل من الأشكال.